بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ معكم دكتور محمود خضر. ان شاء الله هتابع معاكم الكورس بتاع الميتالورجي، والدكتور فؤاد حلمي هو استاذ الماده، هو جاهز المحاضرات، وانا ان شاء الله هتابع معاكم المحاضرات والامتحان ان شاء الله والميتر. الإيميل بتاعي بتاع الجامعة موجود هنا هو، لو في أي استفسار. وأنا موجود إن شاء الله كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 في المكتب، لو في حد عنده أي أسئلة. في الدور الثالث قدام المكتب بتاع رئيس القسم الهندسة الميكانيكية. الامتحانات بتاعتنا فاينل اكزام عليه 60% من المادة، والميد تيرم عليه 20، وفي امتحان شفوي إن شاء الله 10%، وحضوركم السكاشن، ولو في أي تقارير طلب منكم أو حل شيتات عليه 10% برضه إن شاء الله من المادة. الريفرنس اللي هنشتغل منه هو Material Science and Engineering Introduction بتاع كاليستر، فده يعني لو قدرتوا توفروه يبقى كويس، هو متوفر يعني. وإذا ما عرفتوش تجيبوه إن شاء الله برضه هبقى هشوف أديه للمعيد معاكم في السكشن هو يوصله. المحتوى بتاعنا هنحتاج حوالي 12 محاضرة عشان خاطر نخلص الكورس كله بالكامل إن شاء الله. النهارده محاضرة بسيطة خالص عن introduction عن الماتيريالز بصفة عامة، ومن المحاضرة الجاية نبدأ نتكلم بقى عن الكريستال ستراكشر لغاية ما نوصل للفيز دايجرام، وبعد كده ازاي نعمل تريتمنت بروسيسنج. ولو كان في وقت ان شاء الله في نهاية الترم هناخد النون فيروس الويز، السبائك الغير حديدية. شابتر واحد اللي هو introduction، الهدف من الشابتر دوت إن إحنا نعرف الـ primary concept والـ basics بتاعت material science and engineering، وإن إحنا نفهم بنصنف الـ materials إزاي وإيه الخصائص بتاعتها ممكن نستخدمها فيه. في بداية الشابتر دوت لازم نفتكر أو ناخد بالنا من موضوع التحويلات. لما نيجي نتكلم على المتر، لما نيجي نقول ملي متر فمقصود بيه 10³، لما نيجي نتكلم على النانوميتر دلوقتي في عصر النانو يبقى بنتكلم على 10^9 من المتر. وعلى الجهة الأخرى لما نيجي نتكلم مثلا على الباسكال، نيجي نقول ميجا باسكال يبقى مقصود بيها 10^6 باسكال، ولو جيجا باسكال يبقى 10^9 باسكال. إلى جانب إن أنتوا طبعا أكيد عندكم خلفية عن الأرقام الرومانية اللي هي 1 و2 و3، يعني الحاجات دي يعني يكون عندنا خلفية ومعرفة. بداية بنيجي نتكلم عن الماتيريال، نرجع بقى بالزمن كده من أول الستون ايج اللي هو العصر الحجري، هنلاقي إن من زمان خالص إن بدأ الإنسان يهتم بالماتيريال المتاحة قصاده، واللي هي كان وقتها الجبال، وإن هو بيحفر في الجبل يعمل كهف، بعد كده بدأ يتطور يعمل معبد. بعد كده بدأنا ندخل على العصر البرونزي، وإن إحنا نبدأ نشكل المعادن الخفيفة، وبعد كده دخلنا على العصر اللي بدأنا نكتشف فيه الأيرون ونعمل منه سبائك حديدية، إلى ما وصلنا الآن إن إحنا بقى في عندنا حاجة اسمها بيزو إلكتريك ماتيريال زي الشاشة التاتش اللي موجودة معانا في الموبايل وغيرها من المواد المتقدمة. طيب احنا ازاي بنقسم الانجينيرنج ماتيريالز؟ بصفه عامه عندنا 4 تقسيمات: ميتالز، بلاستيك، سيراميكس، كومبوزيت. طيب الميتال بينقسم الى فيرس ونون فيرس، يعني في الماتيريال ديت او الالوي السميكه اللي عندنا فيها حديد او ما فيهاش حديد. الفيرس ميتال زي الستيل والستانلس ستيل والكاست اير، يبقى كل دوت بيحتوي على حديد إلى جانب كربون أو
عناصر أخرى. النان فيروس معناه إن المعدن اللي عندي زي الألومنيوم أو الكبر ده ما بيحتويش على الأير، يبقى ده الميتال بصفة عامة. وحاليا في حاجة اسمها السوبر ألويز أو هاي انتروبي ماتيريال، ديت ماتيريال حديثة بتبقى سبيكة تحتوي على نسب كبيرة من النان فيروس ماتيريال مع الأير، وده إن شاء الله المستقبل يعني بتاع تطوير المعادن. الجزء الثاني من الإنجينيرينج ماتيريال هو البلاستيك، والبلاستيك بينقسم إلى 3 أقسام: سيرموبلاستيك، سيرموست، والإلاستومر. السيرموبلاستيك يعني لو نيجي نبص كده على أزايز المية البلاستيك، هي دي كانت في الأول عبارة عن قطعة صغيرة جداً من البوليمر اللي هو نوع سيرموبلاستيك، وبيتم نفخها في قالب معين عشان تاخد شكل الإزازة الموجودة في السوق، فده بنسميه سيرموبلاستيك. السيرموست زي نوع الإطارات، كاوتش الإطارات بتاع السيارات، ده نوع من أنواع البوليمرز وبنسميه سيرموست. إيه الفرق بين السيرموست والسيرموبلاستيك؟ إن السيرموست بوليمرز لو جينا إن إحنا نصهرها مش هينفع تنصهر، هي خلاص اتكونت، ولو جينا إن إحنا نحاول نصهرها هنلاقيها بتتحرق، بعكس السيرموبلاستيك يعني لو جينا إن إحنا نصهر الإزازة بتاعة المية البلاستيك دي هنلاقيها فعلا إنها ممكن تنصهر وترجع لأصلها دي. وتالت نوع من أنواع تالت نوع من أنواع البلاستيكس اللي هو البلاستومرز، اللي هي الأجزاء المطاطية زي البلاستيك مثلا اللي هتضرب بيه بالفلوس. تالت نوع من أنواع السيراميك، من أنواع الماتيريالز اللي هو السيراميكس، وده بيبقى الأساس بتاعه الألومينا أوكسايدز أو السيليكا زي اللي موجود في الجلاس اللي هو الإزاز. ورابع حاجة خالص بقى اللي هي الكومبوزيت، إن إحنا ممكن ندخل ميتال مع بوليمر مع سيراميكس، فكل أنواع بقى التشكيلات دي بنسميها كومبوزيتس. والكومبوزيتس ديت ممكن تبقى ميتال ماتريكس، يعني الأغلبية بتاعة الكومبوزيت اللي عندنا ميتال، أو سيراميك ماتريكس يبقى أغلبية الكومبوزيت اللي عندنا دوت يا إما سيليكا يا إما أوكسايدز أو سيراميكس بصفة عامة. ده تاني كده سريعا الميتالز متقسم إلى إيه، والسيراميكس والبوليمر والكومبوزيت. طيب الميتال لما نيجي نقول عن عايزين أمثلة على الفيرس ميتالز، فنذكر دايما الكاست ايرن والستيل. الاتنين دول بيحتووا على ايرن وكربون، المفروض انتوا اخدتهم في برودكشن اعدادي او الانتاج بتاع اعدادي مادة هندسة الانتاج، ان في الستيل نسبة الكربون لا تتعدى 2% من السبيكة. يعني لو احنا عندنا سبيكة صافية بتتكون من الكربون والايرن، الكربون والحديد، فالمفروض يبقى في عندنا 98% منها اير و2% منها كربون، فالسبيكة دي هنسميها ستيل. طيب الكاست اير بتكون نسبة الكربون أكتر من 2%، يعني على سبيل المثال لو عندنا بيور كاست اير من الكربون والاير، يبقى فور اكزامبل نسبة الكربون 3% والاير 97% أو 4% كربون و96% اير. أمثلة على النون فيروس ميتالز زي بقى الألومنيوم والسبائك بتاعته أو الكبر، مغنيسيوم، النيكل، التيتانيوم، كل ديت أمثلة على النون فيروس ميتالز. طيب الخصائص بتاعة الميتال أو إيه التعريف بتاع الميتال، هي inorganic substance، مادة inorganic بتتكون من one or more metallic element. طيب يعني دلوقتي لو احنا عندنا الالومنيوم على سبيل المثال، ده ميتال، نوع من انواع الميتال، بس ده بيور ماتيريال ونسميه الومنيوم. طب لو ضفنا للالومنيوم دوت سيليكون او تيتانيوم او كبر، يبقى في عندنا سبيكه، يبقى ده الفرق ما بين البيور اليمنت والالوي.
تمام. فلما نيجي نتكلم على one element يبقى ده كده pure material، اللي هي بتتكون من عنصر واحد بس. إنما لو ضفنا أكتر من عنصر فإحنا كده بقى نكون سبيكة، اللي هي بتتكون من more than one metallic element. أهم حاجة بتميز الميتالز إن هي بتبقى كريستالين. يعني إيه كريستالين؟ يعني الأتومز بتاعتها مترتبة في شكل معين. إن شاء الله ده هناخده في المحاضرة القادمة، أنواع الكريستال ستراكشر. أحيانا الميتال بيبقى فيها نون ميتاليك إيليمنت. النون ميتاليك إيليمنت دي بنسميها نون ميتاليك إنكلوجن، دي بتبقى شوائب موجودة جوه المادة. من خصائص الميتال إن هي جود ثيرمال أند إلكتريكال كوندكتورز، بتوصل الحرارة والكهرباء، وبصفة عامة هي سترونج أند داكتايل. سترونج يعني بتتحمل ستريس عالي. لما نيجي نعمل بيت أو منزل فلازم نعمل في الأساس، نجيب سياخ صلب، ديت اللي إحنا بنبدأ نأسس بيها البيت. بعد كده نبدأ نخلطها مع الأسمنت. في الحالة دي بيبقى عندنا خرسانة مسلحة، وده نوع من أنواع الكومبوزيت، إن إحنا جبنا ميتاليك ماتيريال مع نون ميتاليك اللي هو السمنت الأسمنت. في نفس الوقت الماتيريالز اللي هي الميتاليك ماتيريالز هي داكتايل، يعني ينفع إن إحنا نشكلها. وهنا برضو بنتكلم تاني على أنواع الفيروس ماتيريالز والنون فيروس ماتيريالز، بس اتكلمنا عن الجزئية دي من شوية. طيب تاني نوع من أنواع الماتيريالز اللي هي البوليمرز والبلاستيك، ديت ممكن تبقى كريستالين وممكن ما تبقاش كريستالين. يعني اللي هي ممكن الأتوم بتاعتها تبقى مترتبة في شكل معين أو لأ، ولكن بتتميز إن هي بيبقى ليها long molecular chains، تبقى الأتومز اللي موجودة عندنا مترتبة في سلاسل بشكل معين. ولكن المعظم بتاع البوليمرز اللي هي نان كريستالين، ولكن يعني في بعض الأحيان بتبقى في عندنا كريستالين بارتس أو ميكشرز، بس ده ما بيبقاش الشائع، يعني بيبقى كونديشن معين. معظم البوليمرز تبقى poor have poor أو low conductivity، سواء بقى electrical أو thermal. وفي الغالب بيتم استخدام البوليمرز as good insulators، نستخدمها في العوازل الكهربية. من مميزات البوليمرز إن هي ليها كثافة منخفضة، بالتالي الوزن بتاعها بيبقى أخف من المقابل ليها أو النظائر ليها في الميتلز. السيراميك ماتيريال إن أورجانيك ماتيريال، وبتتكون من ميتاليك أند نون ميتاليك إيليمنت، والرابطة ما بينهم بتبقى روابط كيميائية. معظم السيراميكس فيها هاي هاردنس، الصلادة بتاعتها بتبقى عالية، إلى جانب إن هي بتقدر إنها تتحمل درجة حرارة عالية. وده مثال قصادنا هو من بعض الأجزاء اللي بتتكون من السيراميكس، وهو السبارك بلاك أو اللي إحنا بنسميه البجو، الجهاز بتاع السيارة دي بتبقى موجودة في غرفة الاحتراق. فطبعا عشان تقدر تستحمل الحرارة العالية فبيتم صنعها من أجزاء منها من السيراميكس، إلى جانب إن هي بتتميز إن هي جود إنزليتور، مش هتوصل برضه الكهرباء. الكومبوزيت ماتيريال اتكلمنا عنها من شوية، الموضوع الإيه إن إحنا لو جينا عملنا أسسنا منزل فإحنا بنحتاج إن إحنا نخلط ما بين، نعمل خرسانة مسلحة، نجيب سياخ حديد، ونجيب أسمنت، بحيث إن هي دي تكون العواميد بتاعة المنزل. فده مثال جيد لأنواع الكومبوزيت. فالكومبوزيت دي تبقى ميكشر of two or more material، ممكن الماتيريال دي تبقى ميتاليك، ممكن تبقى نون ميتاليك.
وفي الغالب الكومبوننت ديت ما بتدوبش في بعض، هي بتكون لنا ستراكشر في الآخر ليه خصائص متوسطة للماتيريال اللي احنا عملناها. الالكترونيك ماتيريال دي important type of material، يعني نوع مهم من الماتيريال بنستخدمها حاليا في التكنولوجيا الهندسة، التطبيقات المتقدمة. فالالكترونيك ماتيريال في الغالب بيبقى أساسها هو البيور سيليكون أو نوع من أنواع الرمل، وفي عندنا في سينا بيبقى فيه النوع من الرمل دوت متوفر إن إحنا نقدر نصنع منه المايكرو بروسيسور على سبيل المثال. الاكزامبلز الامثله بتاعت الكترونيك ماتيريال اللي احنا بنستخدمها في الساتلايتس والكمبيوتر والاله الحاسبه والساعات الديجيتال اللي بقت موجوده حاليا. ده نوع من انواع التقسيمات الماتيريال اللي هي بنسميها الكترونيك ماتيريال. واخر نوع اللي هو البايو ماتيريال، وديت الامبلانتس او الأجزاء اللي إحنا بنقدر نوظفها في جسم الإنسان، بنعمل لها implanting أو بنزرعها في الهيومن بودي. ولازم طبعاً الماتيريال اللي إحنا بنستخدمها بايو ماتيريال دي تبقى not toxic substance، يعني المفروض لما نيجي نزرع حاجة جوه جسم الإنسان نتجنب إن هي يعني تكون سامة أو ضارة للجسم. طبعاً في أبحاث كتيرة بتتعمل ايه هي الماتيريال المناسبه ونحط نسب ايه بالظبط، بحيث ان احنا نحصل على ماتيريال الخصائص بتاعتها قريبه من الخصائص بتاعت جسم الانسان في ان هي تستحمل ستريس معين، في نفس الوقت برضه يبقى الكثافه الدينستي بتاعتها قريبه في كثافه العظم بتاعنا. يعني ما بنجيش نعمل ماتيريال تستحمل ستريس عالي بس الدينستي بتاعتها عالية، وبالتالي لما نيجي نركبها في جسم الإنسان الجسم ممكن يعني ما يستجبش معاها، يعني ممكن 6 شهور أو سنة ويبدأ يبقى فيه مشكلة في الإمبلانت اللي إحنا زرعناها دي. فده نوع مهم جدا من أنواع الماتيريال اللي هي البايو ماتيريالز، اللي هي الماتيريال اللي بنستخدمها في الإمبلانت الميديكال إمبلانت. ده النهارده كده introduction عن أنواع الماتيريال. إن شاء الله الأسبوع الجاي ناخد محاضرة نبدأ بقى نتكلم على الكريستال ستراكشر، ولو في أي مشكلة أنا إن شاء الله موجود كل يوم 4 من الساعة 10 ل 12، وبالتوفيق إن شاء الله.